بالنسبة لهذه الوقفة اليوم، أول حاجة بعدا تنشكر جميع المنابر الإعلامية وشعارنا الله الوطن الملك. هذه الوقفة الاحتجاجية ناتجة على عدم الحوار، لأن الناس جاوا قال لك خوونا من الشارع، ومن بعد ما كاينش شي حوار، ما كاينش شي حاجة من الموسمة، يعني حيدوا من الشارع سيروا في حالكم، هذا تيتسمى إقصاء وتهميش. وبالنسبة لي هما عارفيننا بعدا أصلا، نحن عندنا في الشارع تقريبا شي 20 عام هذه، ولا كاين اللي عنده 24، يعني مدة طويلة، يعني حتى في إطار المبادرة للتنمية البشرية، حتى في إطار المبادرة للتنمية البشرية في 2016 كان واحد المقترح وهي إعادة هيكلة الدعاء الجاعلين. مشينا عند الناس داروا معنا اجتماعات، اسسوا لنا جمعيات وداك الشيء على اساس باش يصاوبوا لنا اسواق نموذجيه. فاذا بنا ما تلقوا لا حوار لا من جهه المسؤوله لا من جهه السلطات لا من جهه حتى اي حاجه، هذا تسمى تهميش واقصاء. وحنا مقبلين على العيد ومصدر العيش عندنا هو هذا الشارع، ودابا هاد الناس هاد المنخرطين هادو كاملين راه بالنسبه لهم مصدر العيش وهو الشارع. ودابا هاد الناس دابا انتم من اللي قصيتهم دخلنا عليكم بالله، من اللي هاد الانسان هاد المنخرطين من مراهم اسر من مراهم بزاف ديال الحوايج، ومقبلين على عيد الاضحى. اشنو غادي يديروا هاد الناس؟ اشنو مصير هاد الناس؟ اللي ما بغى حتى شي واحد يتحاور معاهم راه غيديروا وقفات، راه ضروري من الوقفات. وحاليا بالنسبه لعملات خيرات تمارا ما كاينش حوار لا مع السيد القائد لا مع السيد الباشا لا مع حتى اي واحد، حتى واحد ما تحاور معانا، حتى واحد ما قال لنا راه اللي كاين راه غادي نصوبوا لكم او لا كاين شي حل ولا هذه ملموس نهائيا بالكل. يعني اشنو هو هذا الاقصاء والتشريد؟ ومن هذا المنبر عادي دابا راه المنخرطين كاملين تيسمعوا، راه ما غاديش يوقفوا دابا. بالنسبه للمنخرطين كاملين هما تيسمعوا، راه ما تلاوش غيوقفوا هنا في مدينه تمارا عملت خيرات تمارا، لان عملت خيرات تمارا ما دار معاهم حتى شي واحد شي حاجه. دابا هما حنا كجمعيه طلبوا منا باش غادي يهزوا ولادهم وغادي يهزوا عيالاتهم وغادي يتوجهوا لعند صاحب الجلاله، غيمشوا امام القصر الملكي، لان هنا في عملات الخيرات غنمشيو عند سيدنا، سيدنا هو اللي غادي يفك لنا هذا المشكل. مهما هاد الناس ما بغاوش يتحاوروا معنا راه غنهزوا ولادنا وغنهزوا عيالاتنا وغادي نمشيو عند سيدنا نصره الله، هو اللي غادي يشوف فينا، لان هاد الناس ما بغاو يتحاوروا معنا ما بغاو يديروا معنا حتى حل. شحال من وقفه الان دوزتوا؟ وعباد الله واش نقول لك، شحال من وقفه وثلاثه الوقفات وتا واحد ما تيهضر معاك. السلطه هاي واقفه، القايد هو واقف، ها هو تيتفرجوا فينا، اي وقفه تيتفرجوا فينا، ها هو تيشوف هنا بعينيه، ها هو هنا في السياره ديالو واقف، تيجي تكون الوقفه تيجي يدوز الوقفه تيمشي في حالاته، تمشوا عنده المكتب نهائيا ما كاينش شي حوار. ها هو دابا السلطه واقفه، راه هو القايد واقف، يجي يتحاور معانا، يجي يحلوا معانا البيبان. حنا راه هذا الشيء هذا راه لا اله الا الله، راه تقهرنا منه. كتمشيو للعماله، شنو كيكون الجواب ديالك؟ حنا بالنسبه للعماله وداك الشيء دفعنا لهم لقاء ما جاوبوناش، درنا عده لقاءات باش نشوفوا السيد الوالي الجهه او السي مسؤول في العماله، ما كاينش الرد. ولان الباشا تنهبطوا للباشاويه تقول لك على رقم التليفون ديالك حنا غنعيطوا لك، تلقاو جالسين حتى تيسدوا الموظفين وعاد تنجوا في حالاتنا. يعني اشنا هو غنديروا؟ حنا اضطرينا باش غنديروا هذه الوقفه هذه، وهذه الوقفه هذه سلميه، والمطالب ديالنا راه صغيره، المطالب ديالنا راه لا شيء، راه ما طالبين شي حاجه اللي هي كبيره، راه طالبين غير واحد السوق نموذجي ويعينوا لنا واحد المكان اللي نشتغلوا فيه. وحنا مقبلين على العيد باش احنا ندوزوا هاد العيد هذا على خير وبخير، ومن بعد يكون حوار، يكون شي حوار بناء. ودابا اللي غتمشي معاه، انا تنتحدى اي مسؤول هنا في العماله ولا في المجلس البلدي ولا في الباشاويه يجي ويدير معنا حوار ويدير محضر، لان تتمشي كاع الى وقف معاك قايد هنا ولا هذا تيقول لك شوف راه غندير لكم شي سوق نموذجي، وحنا راه كجمعيه راه خاصنا محاضر، خاصهم يجتمعوا معانا وخاصو يكون محضر موثق، لان راه حنا اجتمعنا مع الجمعيه واشنو كاين واشنو كاين وها المخرجات ديالها وهذا الشيء. واش غتجي غتقول لي غنبني لك غدا ملي غادي نجي عندك غنقول لك قلت لي غتبني لي، اشنو غتقول لي؟ غتقول لي ما قلتش لك. يعني ضروري جمعيه راه خاصها حوار وخاص محاضر وخاص بزاف ديال الحوايج، وهادو راه ما كاينش اللي تيستقبلك حتى في البيرو ديالو نهائيا بالكل، ني والو لا شيء.
كانت شي مراسلة للوالي يعقوب؟ درنا عدة مراسلات ودرنا على لقاء. أما المراسلات اللي جبت لك الدوسي راه قد هكا، راه راسلنا الداخلية، راسلنا الولاية، راسلنا العمالة الصغيرة التمارة بدون جدوى، وطالبنا لقاء من السيد الوالي بدون جدوى، وتنهبطوا للباشاوية يا عباد الله، والباشا ما تيستقبلكش، والباشا ما تيستقبلكش، تتمشي نهار وترجع لا غد وتنبقاو نجلسوا تتيسدوا الموظفين، تتيقول لك اخويا لا، والباشا ملي تيسمعنا احنا في الباشاوية ما تيجيش. ما تيجيش ولا كاع في حاله معها شي حاجه اضطراريه تيجي السيد اللي مسؤول تما تيقول لك شوف راه الباشا ما غايجيش، عطينا رقم التليفون ديالكم بلا ما تبقاو جالسين هنا، ملي غندير غنعيط لكم، ما هي مره ما هي جوج، ولكن راه دون جدوى هاد الناس هادو راه زعما غيوصلونا لشي حوايج اللي ما بغيناش حنا كاع نديروهم ولا نوصلوا لهم، راه زعما راه عيب وعار نشوهوا السمعه ديال المغرب، راه كاين اللي غادي وقفه احتجاجيه، كاين اللي غادي يبني عليه واحد شي حوايج اخرى. حنا لا حنا ديما تنحاولوا باش ما نوصلوش لهاد الصوره هذه هكا، يعني كون كان حوار ما غنكونوش واقفين هنا، راه غنتحاوروا مع الاخوان، غنتحاوروا مع هاد المنخرطين، ونقول لهم اخويا ها المخرجات وها المحضر اللي درنا مع هاد الناس هادو، ها الشي يقول لكم واش يقول لكم، وهاد الناس راه ما عارفين حتى شي حاجه، وانت جيتي قلتي لي خوي الشارع، خوينا الشارع ها ونبقاو جالسين شنو ما 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 فهمتش، ما فهمتش، ما ما لا اله الا الله. الطلب ديالكم؟ الطلب ديالنا حنا وهي احصاء هاد الباعه هذه اولا، بعدا قبل ما يكون بعدا باش يجريو على هاد الناس كان واحد الاحصاء من طرف السلطه باش تعرف سوء النيه، كون كانت حسن النيه قبل ما يهزوا هاد الناس من الشارع كان يكون واحد الاحصاء، يدوزوا السلطات المعنيه مع الجمعيه ويدوزوا يحصوهم هما الروسهم، حنا كجمعيه ما عندناش مشكل، هما السلطات هي اللي مكلفه تحصيهم ويتجمعوا معنا ويقول لك شوف راه غتخويو الشارع وراه ها شنو كاين ها شنو كاين ها شنو كاين، حنا راه ما هاربين حتى من شي حاجه، راه القانون باين، وحنا حنا راه ضد العشوائيه، حنا راه ضد العشوائيه، حنا راه ضد العشوائيه، ثلاثة المرات نقولها لك، حنا ولاد ساكنة تمارة، وتا حنا راه بغينا تمارة تكون هي مدينة مزيانة، حنا راه ما بغيناش ولكن الحوار راه ما كاينش في مدينة تمارة، ما كاينش نهائيا، اللي في شي منصب تيفرض تيهرب منك تيهرب منك، ما باغيش كاع انت في الراس بحال شي عافية غتشعل فيه، ملي حدك تقول لي واستاذ رانا شنو شكون انت سيدي انا راه في الراس ولا لا 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 هذا الموضوع لا لا لا، وهذا الموضوع انا مع من غناقشو؟ واش نهبط الرباط؟ ودابا دابا كاين ضغط مع هاد المنخرطين، قال لك انا نهبطوا ولادنا ونهبطوا عيالاتنا ونمشوا نتجهوا لعند صاحب الجلاله امام باب تورقه، حنا لا ما بغيناش نديروها، واللي حد هاد الساعه الا ما كانت حتى شي حاجه راه المسؤوليه ديال هاد الناس ترجع عليهم هما، حنا راه ربما غنقدموا الاستقالات ديالنا وبينهم وبين هاد الناس، هادشي هو اللي كاين، هذا هو اخر الكلام. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.